هل كنت تعلمين أن ابنك يسوع سيمشي فوق الماء؟ هل تعلمين أن ابنك الحبيب يخلص الخطاة؟ أو تعلمين أن يسوع جاء يمنحنا الفداء؟ أن ابنك الوليد يمنحنا الحياة. هل كنت تعلمين أن ابنك الحنون سيفتح العيون وبيده يهدئ الرياح يأمرها بالسكون؟ أو تعلمين أن له تسجد كل الملائكة وإذ تقبلينه فذا وجه الإله؟ سيبصرون سيسمعون كذا يحيى الأموات، بل ويمشون وينطقون دوما بالتسبيحات. هل كنت تدركين أن ابنك الوليد صانع الوجود؟ هل تعلمين أن ابنك الوديع ملكه يسوع؟ هل تعلمين أن ابنك الحبيب ذبيحة الفداء المائت في حضنك هو الإله؟ السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كنتم، نتمنى لكم فصح سعيد في مثل هذا اليوم. من سنوات وقرون مضت قام يسوع المسيح كاسرا شوكة الموت. من سنوات قديمة أعلن الله في كلمة أزلية باقية أنه وحده الخلاص وليس بغيره لكل من يقبل. هذا هو يسوع المتجسد الكائن الأزل. نخرج في هذا التقرير ثم نعود لنتحدث عن موضوع شائك في ممنوع هذا المساء، الصليب والقيامة من بين الأموات بين اليهودية والمسيحية والإسلام. كيف ينظر لهذا الصليب وهذه القيامة من بين الأموات؟ لماذا يرفض البعض؟ وكيف يؤمن ويرى المسيحيون؟ وكيف يعلنون إيمانهم ذاك؟ ابقوا معنا ولنشاهد بقية التفاصيل. المسيح والصليب، أسماء تثير الجدل وتثير الصراعات، رغم أن المسيح يوصف برئيس السلام وأمير العشاق. إنه المسيح. اختلف الناس واختلفت الحضارات حتى في اسمه وطريقة نطقه. مات المسيح لأجل الناس ومات لأجل اسمه أناس. هو يسوع المسيح. لم تختلف نصوص التاريخ والدين كما اختلفت في وصف حياة يسوع الناصر، يشوع كما يرد في النص اليهودي، أو سيدنا عيسى كما يتسمى في القرآن وفي التراث الإسلامي عموما. إنه الشخص والاسم الأكثر إثارة للجدل عبر التاريخ. واليوم يحتفل المسيحيون اليوم في العالم بالذكرى التي تؤسس للإيمان واللاهوت المسيحي، ألا وهي صليب المسيح وقيامته من بين الأموات. هكذا يؤمن المسيحيون، وهي الحقائق الأكثر نقاشاً بين أتباع الديانات الكبرى في العالم، أو هي مفصل الاختلاف، بل إنه الحدث الذي كتب حوله أكبر كمية من الكتب في التاريخ الإنساني عموماً، وهو الحدث الذي أعطى للعالم كبار المفكرين والفلاسفة كترتوليانوس وأثناسيوس وأوغسطينوس ويوحنا ذهبي الفم إلى لوثر وكالفن. هذا الحدث أثر في التاريخ الماضي ويؤثر في الحضارة اليوم. يؤمن اليهود
أنه مات مصلوبا وانتهى أمره ولم يقم من الأموات، بل ويلعن اسم يسوع بينهم. يؤمن المسلمون بأنه لم يصلب بل شبه لهم ورفع إلى السماوات. ويؤمن المسيحيون أنه مات مصلوبا وقام من بين الأموات وصعد إلى السماوات ليعود ثانية. فأي فريق تساند؟ وهل مات يسوع فعلا؟ هل يسوع هو المسيح؟ أم أن السؤال مرتبط بقيامة يسوع من الأموات؟ هل قام فعلا؟ وإن كان هو المسيح، فماذا يعني ذلك لك؟ لماذا تصر وأنت المسيحي والمتحدث في وسائل إعلام كثيرة وعلى منابر الكنيسة وأنت المرنم والقصيص، تصرون أن المسيح صلب وقام من بين الأموات؟ أولا أرحب بكما في برنامج ممنوع. دكتور زكريا ستور، وأنت يعني غير محتاج إلى تقديم والوقت لا يكفي، فندخل مباشرة في الحلقة. وأنت صديقي أيمن، يعني صوتك اسمك فاق الأفق، فأهلا بكم أولا في ممنوع. شكرا جزيلا لك يعني أخويا عماد، بجد يعني تقديم جميل وبرنامج رائع بنتابعه. أشكرا. وبنتابعه في مصر كمان وفي كل حتة، ربنا يباركك ويستخدمك. الرب يسوع المسيح، أو زي ما أطلقت أسامي كثيرة عنه، عيسى أو يشوع أو يسوع، صلب لأنه كل الكتاب المقدس بيوحي وبيتكلم عن صليبه، سواء في العهد القديم أو سواء في العهد الجديد. وحضرتك قلت حتى التاريخ الإنساني، يعني المؤرخون أثبتوا أنه جه يسوع المسيح وصلب. اليهود بيؤمنوا أنه صلب، ولكن مش بيقولوا أنه هو المسيح المنتظر. فالتاريخ بيثبت كده، الشهادات بتثبت كده، كلمة الله بتثبت كده. أي مدرك لقصة الخطيئة والخلاص يعرف أنه كان لابد من ذبيحة، وكان يسوع المسيح هو الذبيحة الأعظم، وهو الكفارة الوحيدة لخطايانا، حيث تلاقى العدل والرحمة، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاسما. المشكلة مشكلة الخطيئة، أن الله قال أن أجرة الخطيئة هي موت، والموت هو موت جسدي وموت نفسي وموت أبدي وموت أدبي، كل أنواع الموت، أقصد بالموت الأبدي الطرح في الجحيم. ربنا قال كده للإنسان، وده عدل الله. الله لو ودى الإنسان السماء، أو زي ما بيطلق الجنة، طبعا احنا ننتظر سماء، لو رحم الإنسان يبقى رحيم، بس مش عادل. وإذا ألقى الإنسان في الجحيم حسب عدله، لأنه النفس أمارة بالسوء وجميعنا خطاه، يبقى الله عادل بس ليس رحيم. فمن البداية، من بداية الكتاب المقدس، صنع الله لآدم وحواء أقمصة من جلد لما ذبح ذبيحة، وهكذا تتوالى قصة الذبائح والكفارة لغاية أبونا إبراهيم لما قدم الضحية الكبيرة لأجل ابنه. هذه الضحايا ناقصة، لأن دايما الكفارة، ومن ضمن معاني الكفارة غطاء، فالغطاء علشان يغطي هذه الترابيزة مثلا لازم يبقى أكبر. فكل هذه الذبائح وكل هذه الضحايا كانت أقل من الإنسان، دايما الإنسان أعظم من الحيوان. فكنا بنبحث عن ضحية وعن فادي عظيم يقضي العالم كله، وكل هذه الصفات لم تتوافر إلا في شخص يسوع المسيح. وحين صلب يسوع ومات وقام، ده ما كانش شيء جديد، لأن كل العهد القديم والذبائح والنبوات تتحدث عن هذا. دكتور زكريا، أنا سأقاطعك عديد المرات، لأنه أكيد طبيعة البرنامج تختلف عن الدرس والوعظ. أقول لك، طيب، ما قلته جميل، لكن يظل داخل المنطق المسيحي. نعم. لكن هناك رفض لهذا المنطق. نعم. أنا لن أدافع، كما يقول البعض تكون محامي الشيطان، أني أخذ موقف العكس لحتى تكون الحلقة حلوة. لا، وخد موقف، خد أي موقف، يعني حتى لو حد اتصل وقال أنا ضد هذا الكلام، إحنا هنحترم كلامه، ولكن هذا لا يغير من الواقع شيء. بالنسبة لك يا صديقي أيمن، ماذا يمثل لك القول أن المسيح لم يصلب؟ لو لم يمت المسيح باطل إيماننا، ويعني لو لم يمت ويقم، لأنه نحن مش بس عم نحكي عن المسيح اللي مات،
لو المسيح بس انصلب ومات كان مثله مثل اي انسان، مثله مثل اي حدا، لكن بس هو انصلب ومات ولكنه قام. ماذا يمثل لك القول انه لم يصلب؟ ما عم لك يعني هذه فكره انتم جبتوها. لا لا، عم اقول لك انه لو ما مات وقام ليش بدي امن فيه؟ مثله مثل اي معلم، يعني ما كان في شيء بيغير، ما له اللي بيقول يعني اللي بيقول ليش شو الجوهر، شو الجماليه في موت المسيح؟ ما في جماليه يعني في هذا الموت. نحن مش عم نطلع على جماليه بالنسبه له، لانه هو اجمل وابرع جمال من كل بني البشر، ولكن من اجلنا نحن صار كمنظر لا منظر له ولا جمال فنشتهيه، لانه حمل كل بشاعتنا. الجماليه في الموضوع انه اخذ بشاعتنا لحتى لا يجملنا في نظر الله. ما في قوة بالعالم كانت ممكن تخليني أقف أمام الله مبرر لولا أنه مات الرب يسوع المسيح من أجلي. اللي بيقول أنه أنا بحترم رأيه، ما فيني أجبر حدا يآمن في هذا الإيمان، ولكن رأيي أو رأي آخر لا يغير حق الكتاب المقدس ولا يغير كلام الله. اللي هلا اللي عنده مشكله في هذا الايمان، هذا الفرق بين شخص يؤمن وشخص لا يؤمن، هذا شخص في فرق بين شخص يقبل الحق وشخص لا يقبل الحق. دكتور زكريا، عفوا سانتقل يعني ما بيناتكم، انا ما بين الطبيب والمفكر وما بين الشاعر والمغنم والكاتب، وعجبني انه في هذا اللقاء نحن سنرى وجهات نظر مختلفه. بالنسبة لك شخصيا، حتى لهجات مختلفة، تونسي لبناني مصري. بالنسبة لك شخصيا، اختبارك الشخصي، هل كان صعب أول مرة أنك تقبل فكرة أنه المسيح مات على الصليب وقام؟ هل كان سهل؟ هل كان صعب؟ بس أقول لحظة أكمل على حكاية الجمال. أين الجمال في الصليب؟ ده الصليب هو كل الجمال، مش شعر ولا حاجة. عميقا جوايا من كل خلية فيا. طبعا في البعض يقول لك ده وسيله اعدام، والبعض بيقول لك المسيحيين النصارى يعبدون الصليب. حاشا، نحن نفتخر بالصليب. سناتي الى مساله عباده الصليب. اعود الى سؤالي، هل كان سهلا بالنسبه لك يا دكتور زكريا الايمان بالصلب والقيام؟ انا ولدت من اسره مسيحيه، وكنت عشت كاي شاب عاش، وانا ولدت في عائله غير مسيحيه. كويس. وكنت اعلم ان يسوع في التاريخ صلب، بيقولونا وكده لاجل خطايانا كمعلومه. لكن اليوم اللي فهمت فيه فكرة الآلام الكفارية، أن المسيح على الصليب لم يحتمل آلام جسدية ونفسية فقط، بل آلام كفارية. وأقصد بالآلام الكفارية هي البدلية، أي أن كل ما اقترفته من آثام وضعت على يسوع المسيح على الصليب، واحتمل العذابات التي كنا سنحتملها إلى أبد الآبدين، والعدل الإلهي أخذ حقه، بدل ما ياخد حقه مني أخذ حقه منه. صدقني أن هذا الإيمان مش بس قبلته بسهولة، هو اللي غير حياتي إلى هذا اليوم. لم تغير حياتي تعاليم المسيح، مع أنها سامية جدا لأني ما أقدرش أعيشها. أما لما فهمت أن الله أرسل المسيح كضحية، حبني هذا الحب ومات بدلا مني، وصدقت بجد وأمنت، تغيرت حياتي على الفور. أيمن، أنت أكثر شيء لاحظته في ترنيمك أنك مركز على الصليب، الصليب بدمه، الخيانة، بطرس، يهوذا. لماذا هذا كل التركيز على لحظة الصليب؟ لأن الصليب فرجاني محبة الله لألي. الصليب فرجاني أنه مثل ما كان عم يحكي الدكتور زكريا، حتى ما نكون لأنه هذا محور كل إيماننا. يعني مش هيك شو ما حكينا رح نرجع نلاقي حالنا عم نعيد بنفس الموضوع. الصليب ما يعني لما لقيت أنه أنا هذا الصليب كان مطرحي أنا، مكاني أنا، وإجا الشخص الكامل القدوس الله ظهر في الجسد يعني في الفترة اللي ظهر فيها على الأرض، ظهر لسبب واحد حتى يدفع الثمن على هذا الصليب. صار الصليب بالنسبة لي المكان اللي اتعلقت عليه خطاياي وانمحت في الصليب. بعد ما فيني ما أفكر بعد هذا التقرير الأول سنعود لك أيمن بالتحديد وتحكي لنا اللحظة، مثل ما حكينا أخونا زكريا، تحكي لنا اللحظة اللي عن جد بكل فكرك بكل عقلك بكل مشاعرك أمنت بهذه الفكرة. نخرج في هذا التقرير ثم نعود. احتقره ونكره الناس، رجل أوجاع تمرس في الأحزاب، ابتلي واضطهد ومع ذلك لم يفتح فاه. سيق للذبح كحمل صامت أمام الذين يذبحونه، أخذ أحزانا وحمل أوجاعا.
ونحن حسبناه مرضا مرذولا من الله. جرح من أجل معاصيه وشتم من أجل ظلمنا، ومن خلال جراحه شفينا وولدنا من جديد. أعود إليك أيمن، لو تعود بنا إلى الجمعة وآلامها وكيف آمنت أنت به فكرة الصليب. الغريب الموضوع أن أنا ما تغيرت حياتي بفترة الألام، أنا تغيرت حياتي على بداية سنة الجديدة. يعني بعد ما انتهت كريسمس عيد الميلاد والسنة الجديدة، استقبلنا السنة الجديدة ببداية 99، وعملت مثل بلحظة كانت فراغ بحياتي، ما في شيء عم يعطيني قيمة بالرغم من الشهرة والمال وكل اللي كان بين إيدي، يعني كمعجبين ومعجبات، يعني عم تحس أنه عم تستعمل كل أمور الحياة تمرق على إيدك وتخرج من إيدك وكأنه لا قيمة لها. وأنا الإنسان اللي بعيد وفي هذا التعب والبحث عن شيء له معنى في الحياة، مع بداية السنة الجديدة صرت دور أنت شو معناتها الحياة، شو معناتها الحياة. بهذاك الوقت اكتشفت محبة الله، أنه بالرغم من كل الشرور اللي فيي الله مازال يحبني. كيف اكتشفت؟ من خلال أولا أمور كثيرة في حياتي بتفرجيني أنه كان ممكن الله يمسحني عن وجه الدنيا بلحظة، ولكنه أبقى علي ومازال يعتني فيي. وشغلة تانية، من خلال قراءتي في كلمة الله شفت كم مرة ترد آيات أنه الله يحبك، الله يعني يحبك. لم يكن ينتابكم شك أنه هل إنجيل هو ليس كلمة الله، أو يمكن فيه شك؟ أنا أنكرته بفترة، أنا قلت ما بدي وبعدت عنه. أنا لا، ما مرتش بفترة زي دي. كنت مسيحي بالاسم، يعني زي أي مسيحي ممكن أقرأ ما أقراش، لكن من يوم ما فهمت قصة الصليب في يوم محدد، وفهمت حد فهمني البدلية والكفارة والفداء، من هذا اليوم صارت كلمة الله فعلا الطعام لي. كيف التعامل؟ يضيف شغلة صغيرة، يعني أنا حتى يوم اللي أنكرت وبعدت عن الكتاب وبعدت، يعني كرهت هذه الكلمة، أنا أشجع كل شخص، كل واحد عم يسمعني، حتى لو أنت بدك تنتقدها اقراها، لانه كلمه الله اقوى. انا كنت بتذكر كثير مرات، يمكن سامعيني المشاهدين كذا مره، سيجاره الحشيش بايدي والانجيل بايدي، كنت عم بقراه بس لانه بدي اخلص. ويا ما سمعت عن اشخاص قريوا الكتاب لحتى ينتقدوه، ومن بعد ما قرأوه كلمه الله اقوى. خلي واحد يقرا، ما تهاجم الانجيل من بعيد، ما تهاجم الحقائق اللي فيه من بعيد وانت لم تقراه. اقرا الانجيل واعطيه وقت انك تقراه وانتقده. يقول احد المفكرين المسيحيين ترتليانوس ان غايه الحق كل ما يتمناه الحق وبشدة ألا تقع إدانته وهو غير معروف. عرفني وبعد دين. صحيح. أنتقل إلى موضوع، لماذا رغم اشتراك المسيحيين واليهود في ما يسميه المسيحيين عهد قديم وما يسميه اليهود الكتاب المقدس اليهودي، يعني بما فيه من توراة ومزامير وكل الكتب النبوية، لماذا يرفض اليهود أن يكون يسوع مسيحا؟ وتصر أنت المسيحي على أن لا، يسوع هو المسيحي. يرفض اليهود حسب الإنجيل للأسف أنه ما زال على عينيهم برقع، يعني ظلام حسب إيمان الشخصي طبعا. وما زلت بقول زي ما قال أخوي أيمن، بحترم بجد إيمان كل شخص، لكن أنت بتسألني على إيماني. ما زال عندهم ظلام. مثلا في أصحاحين، جزئين من كلمة الله زي أشعياء 53 ومزمور 22، ظل لحوالي 1800 سنة اسمهم الأصحاحين الممنوع للشباب اليهودي لغاية العصر القريب، من أقل من 25 سنة يقروهم، قالوا إن دول بيستخدموهم المسيحيين ليؤثروا على اليهود، لأنهم نبوات قبل ما المسيح يتصلب 700 سنة، واحدة تاني بحوالي 850 سنة، المزمور قبل المسيح بفترة، وأشعياء 53. لما أنت تقرأ أشعياء 53 تحس ان اشعياء قاعد تحت الصليب. انا بتكلم عن يسوع المسيح اللي صلب، قاعد تحت الصليب بيحكي لماذا صلب يسوع،
زي التقرير اللي حضرتك حطيته، وهو مجروح من أجل معاصينا، أشعياء ما جرحش، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، مليء بالنبوات أنه يدفن في قبر وقبر رجل غني ثم يقوم، وهكذا. مزمور 22 بيقول فيه داود ثقبوا يدي ورجلي، وأي دارس للتوراة هم نفسهم لم يوجد في حياة داود أنه ثقب يديه ورجليه، لكن حينما ثقب رجليه يسوع المسيح وقدميه يكتب لكي يتم الكتاب القائل ثقب يديه ورجليه. فهو أعمي عنهم كل الذبائح اللي في العهد القديم، ما معناتها؟ إيه يعني خروف يذبح لأجل إنسان؟ إيه يعني؟ إلا أن هذه كلها إشارة واضحة لقصة فداء أعظم، شافوا المعمدان النبي يحيى، شاف المسيح وقال هوذا حمل الله الذي يرفع قطيط العالم، هذه الذبيحة الكفارية، هذه التضحية التي تكفي العالم. فاليهود من أنا بعرف يهود كثيرين، أنا تقابلت مع آلاف من اليهود تقابلوا مع المسيح والآن يؤمنون بالمسيح. يعني ممكن سوري ممكن دي في شغلة على ليش ممكن يرفضون اليهود ومش ممكن، يعني حتى في أماكن أخرى في الكتاب بتبين أنه اليهود رفضوا لأنه كانوا منتظرين مسيح الملك اللي جاي بالسيف يرجع الملك سألوا كذا مرة أنه جاي بالسيف يرجع الملك، واكتشفوا لقوا أنه لا، الملك اللي جاي بفكره شيء أبعد بكتير من الملك الأرضي، هو أنه يحرر الإنسان مش بس من عبودية الرومان بفترة معينة من الزمن، يحرر الإنسان من عبودية أصعب وأشر وأقوى، هي عبودية الخطية، عبودية الشيطان، عبودية والطرح في الجحيم إلى الأبد. فكان المسيح بالنسبة لهم بعكس توقعاتهم، هن بدوا مسيح معين وما زالوا منتظرينه لحد اليوم، ولكن المسيح بحسب فكر الله غير المسيح اللي بحسب فكرهم هني، وما زال لحد اليوم ناس منتظرين او يعني مشان هيك بيرفضوا فكره انه يسوع انصلب، لان معقول المسيح ينصلب؟ لانه هني عندهم تصور عن المسيح غير تصور فكر الله عن المسيح. تصور فكر الله عن المسيح انه المسيح من الازل، ذبيحه المسيح هي ازليه، بطرس الرسول بيقول لانكم اشتريتم بثمن لا باشياء تفنى بفضه او ذهب بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب المعروف سابقا قبل تأسيس العالم، يعني من قبل ما يخلق الإنسان كان في فكر الله أنه المسيح سيأتي ويموت ويدفع ثمن الخطية. هذا فكر الله. فكر الإنسان بيقول لك لا، المسيح مش معقول يعمل هيك، طب هذا فكرك، بس فكر الله أنه المسيح جاي لحتى يموت. للتوضيح أكثر للسادة المشاهدين، عندما نقول اليهود رفضوا مسيحية يسوع، المشكل عند اليهود ليس أنه صلب، بل أمام أعينهم وكتابهم ومؤرخينهم يقولون أنه يسوع بالحقيقة صلب، لكنه ليس مسيح، لأنه المسيح في الفهم اليهودي، ونريد مشاهدينا يتابعوا معنا لأنه ليس كل مشاهدينا من المسيحيين، هناك من مشاهدينا يعني غير متعود على بعض المصطلحات التي يستسهلها المسيحي في كلام مثل غسلنا بدمه، لا تعني أي شيء يعني الكثير من مشاهديه، وتصلني بعض الرسائل. اليهود يؤمنون أنه المسيح على الأقل في خمس نقاط، كما قال الأخ أيمن أنه أولا يكون ملك، ويسوع لم يكن ملك ملكا أرضيا، أنه يرجع كل اليهود في العالم من الشتات إلى أرض إسرائيل من سميها فلسطين، أنه كل اليهود يتبعوا وصايا الله كما كتبت في التوراة 613 وصية بالتمام والكمال، أنه يسود حكم مسياني والسلم عالمي، أنه كل الأرض تعرف الله، وخاب أملهم. أول يهودي رفض رسالة المسيح يهوذا الإسخريوطي. ماذا لو تحدثونا شوي عن هذا الخائن من تلاميذ المسيح؟ أيمن كتب عنه لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك كلنا قد قلنا خائن ليهوذا حين أسلمك، وقال أن مرات إحنا بنعمل زي يهوذا بنبيعه بس بقطعتين من النحاس، وباعه ب30 من الفضة، احنا بنبيعه بقطعتين مش 30 ومن النحاس. يهوذا يعني فعلا معضلة. البعض قال ان يهوذا باع المسيح علشان كان عايز الخمس حاجات اللي حضرتك قلت عليهم، ولا نتفق معهم تماما، ولكني اتفق ايضا اني اظلمت عيونهم، عليهم البرقع الى هذا اليوم، لانه كانت النبوات يعني في يوم صليب المسيح اكتر من 100 نبوة تحققت يوم الصلب، بس أقصد بالنبوات آيات في العهد القديم موجودة عند اليهود وتمت في المسيح بكل وضوح. يهوذا قال إن يمكن لما بيعه وحطه قدام الأمر الواقع ده، بعض التفسير يروح يملك، لإني يعني هل يهوذا اللي عنده الصندوق كان محتاج 30 من الفضة علشان خاطر يبيع سيده؟ على أي حال
يهوذا ما زال خائن وسيظل وموجود بين ناس كتيرة. سؤال مايكل أنجلو الفنان الشهير، قالوا له أي وجه تتمنى أن تراه؟ كنا نتوقع، أنا توقعت أن يقول وجه المسيح علشان أرسمه أو وجه بطرس. تعرف قال كنت أتمنى أن أرى يهوذا لأنظر في عينيه منظر الخيانة وهو يسلم يسوع. بالمناسبة في 15 نبوة، 15 نبوة في العهد القديم عن يهوذا بس. مثلا في مزمور 41، وهذه النبوات في العهد القديم ذكرت في العهد الجديد انها كانت نبوات عن يهوذا. مزمور 41، مزمور 109، زكريا 13 اللي هو فوزنوا أجرتي 30 من الفضة واعطوها عن حقل الفخاري، وفعلا يهوذا بعد ما القى الفضة 30 من الفضة وليس من الذهب واشترى حقل الفخاري، واكل خبزي رفع علي عقبه. لما تعد الـ 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 الآية اللي موجودة في مزمور 41 والآية اللي في مزمور 55 والآية اللي في مزمور 109 والآية اللي في زكريا 13، تلاقي أني بالتفصيل 15 صفة عن يهوذا مش ممكن تتخيل. وممكن ضيف شغلة صغيرة كمان على موضوع الكتاب المقدس. في كتير ناس بيفكروا أنه الإنجيل، إنجيل المسيحيين هو الإنجيل ونحن وكتاب اليهود غير شيء. نحن الانجيل الكتاب المقدس بالنسبه لنا هو الكتاب المقدس، الكتاب اللي بين ايدين اليهود، ولكن للاسف هن عندهم الجزء اللي بعد ما كملوه. لما يكملوا بيصيروا يشوفوا الصوره كامله. نحن حتى الكتاب اللي بين ايدين اليهود، كل الاسفار اللي بيؤمنوا فيها اليهود بيعتبروا ان هي كتابهم، هو الكتاب المقدس تبعنا. يعني مين قال انه نحن؟ الرب يسوع نفسه قال انا لم اتي لانقض بل لاكمل. كل الانبياء اللي بعدهم لحد اليوم بيقرون اليهود، نحن بنقريهم وبندرسهم وبندرسهم حتى في كنائسنا حتى اليوم، ولم يمكن ندرس فيهم اكثر لحتى نقدر نفهم اشياء اليوم مش قادرين نفهمها. فالكتاب المقدس مش جزء شقف جديد بس هو العهد الجديد اللي كتبوه. الناس بيفكروا انه بس اللي كتبوه الاربع اناجيل، وحتى ما بيعتبروا رسائل بولس انه هي من الانجيل. ابدا، نحن الكتاب المقدس هو من سفر التكوين الى سفر الرؤيا، كل ما كتب عن المسيح قبل ما يجي المسيح، وكل ما كتب عن الرب يسوع المسيح من بعد صلبه وموته وقيامته، هذا هو الانجيل. وأيضاً يعني اللي هن بيؤمنوا فيه، ايضا ما كتب ما سيتم في المستقبل، يعني اللي هن في الرؤيا وفي اجزاء من الاناجيل كل اللي جاي في المستقبل وملكه. يعني سوري، اللي هن شافوه وبعدهم مش عم ننتقد حدا، الله يعرف بيعرف انه احنا مش عم ننتقد حدا. اللي هن شافوه ما زالوا ينتظروه، اذا بيقروا العهد الجديد بقلب منفتح امام الله، اللي منتظرينه بالعهد القديم بيشوفوه بالعهد الجديد. وفي اشياء بعد ما شافوها راح يشوفوها، مثل ما نحن منتظرينها بصيروا مثلنا منتظرين عودة الرب يسوع المسيح وملكه اللي عم تحكي والسلام يقول والسلام الكامل اللي حضرتك تكلمت عليه. يقول صديق لي ان من يقف عند صمت صوت الانبياء، يعني نهاية العهد القديم والذي دام حوالي 400 سنة قبل تجسد يسوع، الذي يقف عند صمت الانبياء لن يسمع صوت الله. كلام جميل. يعني بعد ملاخي 4، اخر كلمه في ملاخي 4 اللي هو صمت قبل الصمت اللي حضرتك بتكلم عليه، اتي واضرب الارض بلعنه نتيجه الخطيئة الأرض. اخر كلمه في العهد القديم في ملاخي 4 لعنه، اضرب الارض بلعنه. ويبدا العهد الجديد كيف جاء يسوع واحتمل اللعنه بدلا منا لصار لعنه لاجلنا. يعني شوف ازاي حضرتك كله بيكمل بعض. إذا أخذنا مثال يهوذا اليهودي الصرف الذي كان أحد تلاميذ يسوع وخانه. يقول البعض أنه يهوذا ليس كان طمعا كما قلت دكتور زكريا، بل لأنه الخمس النقاط اللي عددناهم في انتظار اليهود للمسيح الملك الذي سيجمع كل اليهود والذي ملكه يدوم، ولما سمع يا يهوذا انه يسوع بفمه يقول سأموت سأموت سأموت، خاب ظنه في انه يكون وزير المالية للملك القادم فخانه بأي مبلغ ثم انتحر. نخرج في هذا الفاصل الثاني سادة المشاهدين في العالم العربي ونعود لنناقش هل كان الصليب حقيقة ام لا.
نعود سادتي المشاهدين بعد أن ناقشنا وجهة نظر اليهودية في الصليب، وناقشنا موقف أحد أشهر اليهود الذين خانوا المسيح بعد أن كان تلميذا ليسوع. كما قلت معلومة نضيفها ونكررها مرة ثانية، أنه منذ القرن الأول حتى اسم يسوع لم يعد منطوقا بين اليهود، لا يوجد أي طفل عبراني يحمل اسم يسوع هذا اليوم إلا من تنصر بين قوسين من اليهود. هناك آلاف اليهود اليوم الذين يؤمنون بيسوع المسيح أنه مسيح. أعود إلى المريمات وخبر القيامة ثم نناقش هل صلب فعلا وكيف نرد على أخواننا وأحبائنا المسلمين الذين يشاهدون ويرفضون الإيمان بالصليب. عم تحكي عن المريمات، كيف المريمات. كيف كيف شافوا القيامة؟ على فكرة حتى اللي بيقرأ الإنجيل بيعرف إنه ما كان دور التلاميذ إنه يروحوا يشهدوا عن الصليب، لأنه الصليب ما كان بحاجة لشهادة. يعني حتى لاحظ يمكن أغلب الكتابات حتى بالقرون الأولى حتى لما إجوا عم يختاروا تلميذ بدل يهوذا اللي سلم ما كانوا عم يختاروا واحد لحتى يشهد، لكي يشهد معنا بأنه المسيح قد صلب، لأنه صلب المسيح كان موضوع التاريخ كتب عنه والناس شافته قدام عيونه وقدام آلاف من الناس بأورشليم. يعني ما كان هم الرسل من بعد خيانة يهوذا أنه يضلوا 12 تلميذ ليشهدوا بصلب المسيح. إذا بنقرأ بسفر أعمال الرسل إصحاح الأول والآية 22 عم بيقول كان لازم نختار بحسب حتى النبوات اللي انكتبت أنه يأخذ وظيفته آخر، النبوة من النبوات عن يهوذا، أنه لازم يأخذ وظيفته آخر لكي يكون شو؟ بطرس الرسول بيقول ليكون شاهدا معنا بقيامة المسيح. الموضوع مش صلب المسيح، صلب المسيح كان مسلم فيه قدام كل العالم، كان بدهم من يشهد عن قيامة المسيح. وعزات سفر الأعمال كلها سوري بقطع كلها عن القيامة، عن القيامة أساسا. وبطرس يعني كان عم الكلام عن الصليب ده شيء مسلم به إنه تم، بس بيشهد عن القيامة. بولس الرسول كان عم يحاكم بالنسبة للقيامة فقط، فالمريمات رايحين مش متوقعين يشوفوا القيامة وشافوا القيامة. حتى تلاميذ مثلا كلمة القيامة مثلا، واسمحوا لي يعني أنا اللي جيت من خلفية غير مسيحية تماما، كلمة القيامة تفجعني. يعني بالنسبة لي القيامة هي نهاية الأيام ويوم الدينونة. لو نفسروا لمشاهدينا هذه الكلمة الصعبة شوي دكتور زكريا، القيامة، قيامة ماذا؟ قيامة يعني في ناس في التاريخ قاموا من بين الأموات، كانوا أموات وقاموا. ده يعني في العهد القديم يوجد بعض الناس الذين قاموا بصلوات أنبياء، زي أول من أقام ميت من الموت كشخص كان مات هو إيليا النبي أو إلياس النبي، وهو أقام ابن أرملة في مكان اسمه صرفة صيداء هنا في لبنان، فأقام ابنها وكان ميت وأقام، ثم أقام إليشع اثنين، أقام ابن الشونامية. يعني القيام من بين الأموات ليس حدثا فريدا على الأقل في التاريخ الكتابي. في التاريخ الكتابي كان ناس أقيموا بس لم يقيموا أنفسهم، لم يحدث في التاريخ لا قبل المسيح ولا بعد المسيح أن شخص قام بقوة نفسه بقوتي. لكن المسيح لما قام مش قام نظير الناس، والمسيح أقام كثيرين من الأموات زي ابن أرملة نيين والعازر كان ليه أربعة أيام ميت، هذه قيام أيضا، وأقام ابن تيايروس، ورسول بولس أقام أفيتيخوس، وهكذا. فكل الناس دول أقيموا بالصلاة لأجلهم، لم يقيموا هم بقوة قيامتهم. أما قيامة المسيح فهي فريدة من حيث التوقيت ومن حيث القوة. من حيث التوقيت مكتوب قام المسيح من بين الأموات وصار باكورة الراقدين، يعني أول قيامة تعتبر لشخص لأنه أقام نفسه. يعني في ناس في التاريخ قبله اقيموا بس اقامهم الله، اما يسوع لانه هو الله ظهر في الجسد اقام نفسه. الآية الشهيرة في يوحنا 2 قال المسيح انقذوا هذا الهيكل وانا في ثلاث ايام اقيمه. قالوا له ازاي ده لي 46 سنة و 45 سنة مبني. يقول الكتاب كان يتكلم عن هيكل جسده. ولما قام المسيح من بين الاموات تذكر تلاميذه انه قال انقذوا وانا اقيمه. قام المسيح بقوة قيامة أقام نفسه، وهذه يقول كتاب في روميا أصحاح 6 آية جميلة جدا جدا، يقول كتاب تبرهن
ابن الله. وطبعا بالنسبة لكل اللي من خلفية ما تولدوش مسيحيين، كلمة ابن الله بتعمل ارتكارية او بتعمل مشكلة، بس هي كلمة ابن الله معناها انه هو اللي ملهوش اب ارضي، وهو المعبر عن صفات الله، زي انا ابن النيل وانت ابن تونس الخضراء وهكذا. فابن الله حاشا ان نقول ان الله تزوج بالعذراء المطوابة مريم وجاء المسيح، لم ارى مسيح يؤمن بهذا، لكن ابن الله هو حامل صفات الله. فتبرعنا ابن الله بقوة بالقيامة من الأموات، يعني حينما أقام نفسه، هذا أثبت بالدليل القاطع إنه الله الظاهر في الجسد. إذن هناك علاقة ما بين حاجتين أصعب من بعض، الصليب ولاهوت المسيح. والصليب ولاهوت المسيح دول حاجتين يعني من أصعب ما يمكن إنه حد من خلفية غير مسيحية يقبلهم، وطبعا وحي الكتاب المقدس، هم الثلاث حاجات دول، والثلاثة مرتبطين ببعض. يعني انت انتم الاثنين نسألكم على الصليب تمشوا القيامة، نسألكم على رفض الصليب تجاوبوني لا، موجود آيات وموجود نبوءات في العهد القديم لها سنوات، دللتم بكل ما أتيح لكم من الكلمات النبوية عن الصليب وعن قيامته. يعني ماذا لو نذهب ونتكلم شعرا عن صليب وقيامة يسوع أو تسبيحا؟ روعة روعة روعة. أنا بقدم لكل المشاهدين هدية، ممكن يعني أنت حضرتك الهوست بس اسمح لي في دين فضل، أهلا وسهلا. أقدم هدية لكل المشاهد، هدية عيد القيامة من برنامج ممنوع ومن الأخ عماد عن طريق أخويا الحبيب أيمن كفروني، ترنيمة لسه جديدة عن القيامة وعن قوة القيامة. لا عمرنا ما هنخاف منك يا أسوار، وبتكلم عن القيامة. أتمنى لو أخويا أيمن يقول لنا الترنيمة دي إهداء لكل مشاهد ومشاهدة أيا كان خلفيتك. نحن نحبك، نحن نرحب بيك، نحن نقدر معتقدك. وأنا خسرت شغلي في هذه الليلة. لا 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 يا أخي، أهلا وسهلا، يسعدني جدا. التحدي هو كيف نصف، ليس بالنقاش العقلي فقط. لماذا أنا حولت هذا النقاش إلى المنحة الشعري الأدبي؟ جميل. لأنه الإنسان هو عقل والشعر مشاعر، نحن لا نلعب ولا نتلاعب بمشاعر الناس لاقل. بل نتكلم تسبيحا. وعلى فكرة نحن ولا مرة بنحاول ندافع عن كلمة الله، لأنه اللي بيقرأ كلمة الله، كلمة الله تدافع عن نفسه، والله منه بحاجة من يدافع عنه. نحن عم نشرح للناس ليش إيماننا وكيف إيماننا وشو هو إيماننا وشو غير في حياتنا، إنما لأنه ما حدا فينا عم يدافع عن كلمة الله، كلمة الله هي تدافع عن نفسها. يعني اللي بيقرأ كلمة الله بيلاقي الدفاع. ومع ذلك ما زال عندي بعض الأسئلة والتحديات. الترنيمة كتبتها صار لها يمكن كم يوم، عم نحكي عن كيف بالإيمان سقطت أسوار أريحة، والرب يسوع المسيح قام من بين الأموات ناقضا شوكة الموت. يعني بيقول بولس الرسول أين شوكتك يا موت؟ فإذا كانت إذا كان الموت اللي هو أصعب عدو وأكثر شيء يخيف الناس وقع قدامنا، فأي أسوار في العالم بقى ممكن تخيفنا؟ وجد ترنيمة لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار. لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار، بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار، بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. قوتنا مش من أيدينا لكن من الساكن فينا، وعدنا إنه يخلينا نشوف الكوم تحجار. مش نحنا يلي منحارب، شغلتنا نوقف ونراقب، أسدنا حصان وراكب اسمه يسوع الجبار. لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار، بصلاة وتسبيح إيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. حمل صليبه وفدانا وغسل بدمه خطايانا، والناس افتكروا انه رجانا اندفن بموت النجار. وفجأة شفنا الموت راكع وفادينا
بينا من قبره طالع عالسما راح وبكرة راجع ياخدنا معه عالدار. لا لا ما بدنا نخاف منك يا أسوار، بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. شكرا لك أخي العزيز وصديق برنامج ممنوع على هذه الكلمات والألحان الجميلة. أيمن صديق عرفته سابقا من خلال الشاشة، وعرفته قريبا وصار صديق خدمة، أنتمي إلى نفس الكنيسة التي هو قصيصها وراعي. شافوك العالم اليوم واقف عم تسبح وفرحان بالكنيسة. إذن لا تتعجبوا أنه اليوم فيك يا عماد فرحان اليوم كنا مع بعض في الكنيسة وتمتعنا بالخدمة وأيضا نشارك هذا الإيمان وهذا الفرح. الصليب والقيامة، قال أغسطينوس كلمة جميلة جدا جدا، الصليب والقيامة ليس إيمانا كبر داخل الكنيسة، بل هو حقيقة كبرت بهما الكنيسة. واو. يا جميل، نعم حلو صح. 100% ماذا خليلي في جانب المشاعر الآن، شنو إحساسك أخ أيمن لما واحد يقول لك لا المسيح لم يصلب وهي حقيقة وإيمان، وهي حقيقة يعني يؤمن بها إخوتنا وأحبائنا المسلمين اللي شهدونا أنه لم يصلب وإنما شبه للمسيحيين للتلاميذ أنه هذا يسوع، بل يسوع رفع إلى السماء وإلى سماء السماوات. أولا أحترم رأيه طبعا، يعني بنتيجة هذا رأيه، بس ثانيا بحزن على الطريقة اللي بفكر فيها، وبرجع بقول طب أوكي أنت عم تقول أنه مش من صلب أخذ ونوضع مكان أحد واحد بداله بشبهه لحتى يموت بداله، يعني بالآخر عم نقول إنه صلب، في حدا انصلب. طيب لما هالحدا اللي انصلب معقول ما قال أنا مش أنا اللي عمل اللي بدكم تصلبوه، مش أنا يسوع؟ معقول ما صرخ ما قال أنا مش يسوع؟ ليه بدكم تصلبوني إلي؟ شغلة تانية، ليش الله بده ياخد واحد ويحط حدا بداله وهالشخص بريء؟ هل الله ظالم حتى يحط واحد بريء ينصلب بدل المسيح والناس قاصدين يصلبوا المسيح؟ وبعدين اذا بده يشيل واحد يحط حدا بريء، هل في حدا بريء بعد اكتر من يسوع المسيح نفسه ينصلب بدافع اللي بفكر الله انه يدفع ثمن الخطية؟ مين قادر يدفع ثمن الخطية اصلا غير الرب يسوع المسيح؟ في بعض المواقف، وانا يعني مرة أخرى لم أولد في عائلة مسيحية وأنا أقرأ الإنجيل، مثلت تحدي بالنسبة لي. أول شيء كلمات المسيح على الصليب، صعب أنه يقولهم شخص غير يسوع المسيح. نعم. وماذا بينا لو تحكينا شوي على بعض هذه الكلمات. المسألة الثانية هي مسألة ظهورات المسيح لتلاميذ ولغير تلاميذ. 14 ظهور. بس حضرتك بجد أضف، يعني شكرا يا أخوي عماد أنك جبت السيرة دي. بجد أنا بدعو المشاهدين أيا كانت خلفيتهم وحتى أيا كان إيمانهم بكون المسيح صلب أو لا، أنه يتابعوا السبع عبارات اللي قالهم المسيح. وبالمناسبة كتب كثيرة كتبت عن هذه السبع، كتب كثيرة جدا جدا في المكتبة بمختلف اللغات. قال المسيح سبع عبارات في عجالة جديدة. العبارة الأولى عبارة الغفران لقاتليه، وهذا ليس ضعف ولكنه نفذ الكلام اللي قاله عن المسامحة والغفران. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ليس معناته أن أنا أبقى ملطشة بالتعبير المصري، لكن معناته قدرة مغفران غير عادية. صلوا لأجل لعنيكم أحبوا أعدائكم، يعني أول عبارة قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، عبارة الغفران، وهم قتلوه وبصقوا في وجهه وسلخوه. لكن هذه أيضا تستعمل ضد الإيمان المسيحي، كيف لإله يسمح له أن يضرب ويشتم ويذل؟ يعني أين قوة هذا الذي أقام من بين الأموات من أقام؟ هذا الذي أشبع آلاف الجوع. هذا يعني، والبعض آخر يقول أنا خليني أبعد. يعني كثيرا ما قالوا لي أنه الصليب إذا كان في محبة الله كما تدعون، الصليب في قمة الظلم. قلت له إزاي؟ قال قمة الظلم أن الله يقدم ابنه أو يسوع المسيح نبيه لأجل قطاع يموت، هذا ظلم. كيف يموت البار لأجل الأثيم؟ هذا ليس عدل. ولكن القصة فيها حاجتين مهمين جدا. أولا أنه هو بإرادته عمل كده،
بإرادته عمل كده. ثانيا انه قبل الأزمنة في الأزل حسب هذا الإنجيل كانت هذه خطة الله للخلاص، يعني هو قال لأجل هذه الساعة أنا قد أتيت. يعني القصة مش انه حرام اليهود مسكوه فدبحوه وهو راح سمحهم، لا. غريب انه الإنجيل يقول انه قادة اليهود قالوا انه يجب ان لا يموت، ان لا يقتل في هذا العيد. بالضبط، بس مش هنا اللي بقرر، هو متحكم بالتاريخ، هو مختار الساعة ويعرف في أي وقت سيقدم. سبع مرات أنا بس كان لازم أكمل العبارات السبعة. العبارة الأولى عبارة الغفران، العبارة الثانية عبارة الحب والحنان، قمة العواطف تجاه العذراء الأم. يا يسوع يقدر الأمومة والبيت، قال يا امرأة هو ذا ابنك، يا يوحنا هو ذا ابنك. العبارة الثالثة ذا أمك، هو ذا أمك. العبارة الثالثة عبارة الخلاص والأمان، قال للص في أواخر حياته الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. العبارة الرابعة عبارة احتمال الهوان، وهي عبارة أيضا تصنع عقدة ومشاكل لناس كثير. إلهي إلهي لماذا تركتني، مأخوذة من مزمور 22 اللي فيه سقبوا يدي ورجلي وكيف يترك وهو الله الظاهر في الجسد، ترك باعتباره الحامل خطايانا. العبارة الخامسة عبارة أنا عطشان ليتم الكتاب، إن فيه في مزمور 69 مكتوب في عطش يسقونني خلا، قال أنا عطشان فسقول خل. العبارة الستة عبارة النصرة والطمان، قد أكمل تلستي اللي بيقولها المنتصر. يعني مستحيل إنه واحد في قمة موته وهو مش هو يقول قد أكمل ويقول مثل هذه العبارة. طبعا والأخيرة قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي، ثم حدد اللحظة اللي بده. خلي بالك، أسلم الروح ونكس الرأس، مفروض نكس الرأس وأسلم الروح، لكن هو خلاص يا أبتاه في يديك أستودع روحي وسلم روحه ثم نكس الرأس، منتصر إلى النهاية. ده بالنسبة لكن كيف منتصر هو ما مات يعني؟ قبل أن تجيب نخرج في قصيدة تمنيت، هي أسئلة محرجة قد يطرحها أي مؤمن أو ملحد للمؤمنين وتنتظر إجابات. تمنيت قد تكون تحمل بعض الأسئلة المحرجة، نعود بعدها لنجيب كيف تعتبر موت المسيح انتصار. تمنيت من الله كلمات، تمنيت من الله كلمات فأعطاني أجوبة آيات. سألت الخالق عدة مرات، لماذا الجوع والفقر، لماذا ننقسم جماعات، لماذا العجز والحرب واليتم والإعاقات، لماذا الألم والآهات. سألت عن الغضب والخيانة والكذب، سألت عن العاهات، وماذا عن العدالة وتعدد الديانات. أين عدلك ربي وقتل الأبرياء أصبح تقليدا بشريا جزءا من العادات. يولد بعض منا مشوه وتقولون عدل السماوات. ظلت أسئلتي عالقة عدة مرات، سمعت دوي الصمت. هل كنت وقحا أم وجهت اتهامات؟ أسئلتي أزعجت أصحاب الديانات. كالعادة واجهت كيل الاتهامات، كافر، زنديق، متآمر على أمن الدولة، وعميل مرتد لا يحترم الحرمات. مس من هيبة المقدسات، وأنت وحدك ربي تعلم صدق النيات. ومن تاجر باسمك وما الغايات، أنا ولع بحبك، ولكن لي أسئلة مفزعة تريد فقط إجابات. فكرت ونظرت خلفي لعلي جننت. نعم، فالحب جنون وتوقف عن التفكير
وتعطل للمنطق والفلسفات، الحب أصل المعجزات. لم أسمع أجوبة، لم أسمع أجوبة لكل أسئلتي، لكن نظرت إلى وجعك مع المسامير وعلمت أنك أنت أيضا اختبرت الآهات، ولك حزن، وأسئلتي مشروعة عندك، حيرة الأسباب والغايات. لم يزعجك سؤال ربي، لم يزعجك سؤال ربي، إنما أزعجك النفاق. نحن من يقتل ويسرق، نحن من يقتل ويسرق ويكسر العهود والاتفاقيات. نحن نفاق، نحن من اغتصب واغتسل مع كل الصلوات. الناس أبرع الحيوانات وحشية، ثم يعلنون براءة أنفسهم بأنفسهم كبراءة أخوة يوسف، تقات وثقات، وتوجه التهمة للذئب، وتوجه التهمة للذئب، والحق يباع للقوافل تجارة. الدين والتجارة أخوات كحروف الجر والحرف، تطابق صفات. نخطئ وإليك توجه الاتهامات. أسئلتي حيرة من ابتعد عن الله سنوات. عاشرت الخطيئة فصارت هي المرآة، عاشرت الخطيئة فصارت هي المرآة. وأجوبة الله قداسة ومحبة الفادي، صليب وكسر للموت، خلاص ونجاة. والعالم لن تحل كل مشاكله بالأمنيات، الفقر والقهر والشر، القتل والسلب والكذب، وكل المحارم باقية بقاء كاسري الحرمات. كل حين نتيجة وسبب، وليست أصلا ولا غايات. إيه الحلاوة دي؟ شكرا. بجد بجد جميل جميل جميل، لانك يعني في فكر راقي ومش بتقول، يعني بتفكر بطريقة منطقية يفكر فيها جميع الناس. وانا اظن انه اللي بيحب ربنا وبيحب الكتاب عمره ما يقول عنك زنديق كما قلت، وانك كسرت الحرمات. بالعكس، سؤال واجب واسئلة بنواجهها كثيرا، بالذات عن العاهات والقتل والظروف الاقتصادية الصعبة والتمزق اللي في العالم. نضيف شغلة، هذا اللي عم بيصير بالعالم مش الله هو اللي عم يعمله. قلت شغلة صغيرة، انه نحن نخطئ ونلقي عليك الاتهامات، يعني نحن ونقول لك ان الحق عليك انت، ولكن نتيجة الخطيئة اللي دخلت للعالم نحن عم نعاني. مش عم أقول إنه كل واحد مريض هو خاطئ، لا، الخطيئة اللي دخلت على العالم هي أدخلت المرض، ولكن حمل أوجاعنا، أسقامنا حملها، ومات على الصليب ودفع ثمن خطيئتنا، صح؟ وقبل شوية كنت عم تسأل لما ختمت الفقرة اللي مرقت، كيف بتعترف بتشوف النصرة بالصليب؟ النصرة في الصليب على الخطية انه اندفع الثمن وقال قد اكمل، ولكن إبليس. وعلى ابليس، وعلى جرد الرياسات والسلاطين، كل انواع الشياطين تم قهرهم، لان الشيطان كان عنده سيف الموت، اسف يا اخويا ايمن، يعني ابادة بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت، اي ابليس. مشكلة الموت كانت هي الموت نتيجة لخطايانا كأجرة تلقي بنا الى الجحيم، اخذ منه هذا السلاح وبالموت انتصر عليه. فلما مات الرب يسوع المسيح الناس اعتبرت انه خلاص انتهى، ولكن القوة الحقيقية مش بس النصرة اللي هن كانوا منتظرين، كان ممكن ينزل عن الصليب، بس القوة الحقيقية ظهرت في القيامة. يكملوا بعد الصليب، يكملوا بس يومين بعد الصليب، ليه بيوقفوا عند الصليب؟
ليش ما بيشوفوا قوة الله في القيام اللي قام من بين الأموات؟ حتى أنا بتعرف كنت فكر شو مرات ذكر كذا شغلة إنه فكروا إنه ناس في ناس قاموا بالقديم ولكن بقوة الله أشخاص آخرين أقامون. في كتير مسيحيين بعد يوم فكروا إنه الملاك اللي دحرج الحجر هو اللي أقام يسوع المسيح. حتى أنا كنت فكر إنه إجا الملاك ودحرج الحجر حتى أقام يسوع. لا، الملاك دحرج الحجر لحتى نحن نشوف إنه أقام. لكن كان هو قام قبل. هو كان قام قبل. كان قام قبل الحجر لأنه ما بيأثر عليه الحجر، مش حجر صخرة هي اللي بتوقفه، وكانت الأبواب مغلقة ودخل على تلاميذه. الملاك دحرج الحجر لحتى يجوا المريمات يشوفوا أن القبر فارغ، ولحتى يجوا التلاميذ يشوفوا القبر فارغ. الملاك ما دحرج الحجر حتى يقيم المسيح. ماذا يعني لك أن البشارة بالقيامة أعلنت لنساء؟ أولا لأنه تكريما ورد اعتبار للمرأة. المرأة في الكتاب المقدس وفي المسيحية ليست دعاء وليس كمؤتمرات نراها ويعني حاجة وبدون أي تقدير للمرأة، ولكن يسوع المسيح بعمله على الصليب. المرأة أخطأت قديما لما أغويت وخلت آدم ياخد بسقوط أمنا حواء، وعلشان كده كانت البشارة أيضا لأول امرأة. لكن المجدلية اللي أول من أعلن لها البشارة حب غير عادي، حب غير عادي. بس اسمح لي مازال دقيقة فقط ونصف ونحن نتكلم، سأطلب منك أن ننهي الحصة بترنيمة، يعني نص ترنيمة أنت تواصل والجينيريك سيقاطع هذا عن المريمات، وأنت تعد هو يكمل، أنت تعد العود في بقية الدقيقة هو يكمل. أنا معلش برضو بالنسبة للقصيدة الجميلة اللي كتبتها يا أخوي عماد، يعني أنا شايف أنه ودي حقيقة حتى بدأت الأبحاث تتكلم عنها، نسبة الإلحاد في عالمنا العربي بدأت تتزايد جدا. يعني دلوقتي على اليوتيوب تقدر تقرأ ملحد مصري وملحد عربي وملحد الحد من ضمن الحاجات بيبني على كده، ادي ازاي لو في الله يبقى الحروب يبقى العهاد. لكن اذا للأسف اقاطعك لانه وقت البرنامج انتهى، بس كل شيء من الشيطان وليس يعني ما ينسب لله حاشا. الله محبة، والله قدم المسيح فداء، مش ممكن يكون هو عمل كل الويلات اللي في العالم. هذا لماذا نؤمن بالصليب والقيامة. أشكر كل مشاهدية ونودعكم على بقية هذه الكلمات، وأشكر ضيفي، أشكر كل من سألنا من خلال الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال. إلى اللقاء في حلقات قادمة من ممنوع. هاليلويا هاليلويا، قام ربي سوف أحيا طول عمري وهو قربي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ فالمسيح قد قام واعدا بحياة جديدة باقية. هاليلويا هاليلويا، قام ربي سوف أحيا طول عمري وهو قربي. انظروا القبر فارغا فالمسيح قام غالبا، انظروا القبر فارغا فالمسيح قام غالبا، قد أقام بالموت راغبا نحيو بالحياة. هاليلويا هاليلويا، قام ربي سوف أحيا طول عمري وهو قربي. سوف أحيا طول عمري وهو قربي.